احنا ليه عملنا منظار؟ ادي المنظر لمريضة مدام حريمة بكر من السودان، 28 سنة، عمر 13 سنة، جواز، حمل إيجاد مرتين، منهم حمل خارج الرحم. عملوا إيه؟ أنبوبة الشمال، بيقولوا له إنه شالوها، صح؟ الأنبوبة مش متشالة، الأنبوبة متسابها بس بايظة. عندنا إيه؟ عندنا ست عندها ألام وتأخر في الحمل، ومخزون المبيض قل جدا جدا جدا، بقى كام؟ 0.23. طب الست دي تعمل حقن مجهري ولا تحمل طبيعي؟ هتعمل حقن مجهري بالمنظر ده إزاي؟ يبقى في فرصه الحمل طبيعي مع مخزون مبيض قليل، في فرصه مع مخزون مبيض قليل، لكن بقيه الدنيا تتظبط. ده ايه هنا؟ ده في التصاق ما بين ايه؟ ما بين الامعاء والانبوبه اليمين. طيب نبص كده، التصاق، بنحرر الالتصاق ان شاء الله، التصاق، كلها القصه كلها التصاق. ادي التصاقات بشعه، تخليني ابص على الكبد على طول، الكبد في التصاق. بص على طول يا جماعه، طالما في التصاق تحت يبقى في التصاق فوق، اهو للمره المليون، والكبد ده فيه شويه تليف، عاوزين نشوف انزيمات الكبد. خلاص عرفتوا دلوقتي ان في علاقه ما بين التصاقات الكبد والتصاقات الحوض. ادي الانبوبه اليمين مقفوله تماما، ما كانش المفروض يتعمل اشعه بالصبغه. ده من الاشعه بالصبغه ثلاث حاجات ناخد بالنا منهم قبل ما نعملها. لو المريضه دي عندها تاريخ سابق لحمل خارج الرحم، لو المريضه دي عندها التهابات، لو المريضه دي كانت بطانه رحم مهاجر. نبص على الناحيه الشمال، فصلها ما شالهاش، فالفصل ده عمل لنا مشاكل. يعني بص، هو فصل الانبوبه من الرحم اهي، بص شايف دي واصله التصاقات، بصوا بقى ساب الانبوبه اهو، كيس بقت كيس 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 اهو، ادي الانبوبه. تخيل ساب لنا الانبوبه جوه وما شالهاش اهي، وبالتالي ملتصقة وكيس رهيب، ألام، التصاقات مع القولون ومع المستقيم، عشان كده إمساك، وألام في أسفل ظهرها، إفرازات مهبلية لا تتوقف، صح يا ستي؟ هو عامل إيه بقى؟ شال المبيض الشمال، شاله. بص هوريكوا حاجة هنا أهو، بصوا هنا المبيض أهو، مفيش هنا، فهمت الكلام؟ وما قالناش حاجة، سابنا بقى محتارين كده. للاسف الشديد، للاسف الشديد ان المريضه تخسر. في حالات بتتشال الانبوبه، يشيل المبيض ليه؟ لما انت هتشيل الحمل سايب ليه الانبوبه جوه؟ ما انت سبتنا التصاقات، وبالتالي الانبوبه، حتى الانبوبه اليمين سبتها لنا مسدوده. الانبوبه اليمين كلها ملتصقه، هنحاول ان احنا نصلحها، ملناش حل، مش عاوزين نشيلها، فيها في موزس. للاسف الشديد، للأسف 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 والله العظيم، لما تكون واحدة صغيرة في السن وتفقد فرصة الحمل بسبب شغل جائر، يعني سبب ان حد دخل مش مؤهل ان يشتغل، مضيع لها الأنبوبة، مضيع لها الأنبوبة حتى اليمين، حقني سابقا. وادي الالتصاقات اللي ست بتشكي شكوى رهيبة جدا في الجماع وفي الإمساك. ادي الحوض مقفول تماما، وادي المهبل من ورا مقفول اهو، بفتحه لاول مره اهو. لو الانبوبه اليمين بعد ما سلكناها هتجيب صبغه هسيبها لها عشان تحمل طبيعي، لو لقيت في خطر ان انا اسيبها اشيلها. ده مش هيدرو، فهنعمل ايفرشن ونسيبها. بص عندنا التصاق عند الكبد كمان، اكيد بتشتكي بنفسها. ها نفسها قصير، ايوه نفسها قصير صح كده، وبتنهج يعني بتنهج كتير، وضربات قلبها سريعه، واثناء الجماع في الم، يعني اقصد ما بتعرفش تكمل بسبب الالتصاق، عشان كده مش عارفه تتنفس. طيب ادي يا جماعه، بنسال دايما دكتور التخدير، ضربات القلب السريعه بسبب ان الكبد لازق اهو مع الحجاب الحاجز، بيخلي القلب ضربات قلبه سريعه والنفس سريع. اول ما بنشيل الالتصاقات بنسال على طول، يقول لك ضربات القلب اتحسنت، النفس هيبقى احسن. طبعا تروح لدكتور قلب، تروح لدكتور رئه، تروح لدكتور مش عارفين يفسروا، عندها مل قيء، عندها صعوبه في التنفس، مجهودها قليل. الحمد لله ربنا يكمل بالخير. عندنا شويه تليف في الكبد اهو، هنعمل تحاليل وهنقول نحافظ ازاي على كبدنا، ازاي فرصه الحمل تكون موجوده. الحمد لله على السلامه.